نهاركم سعيد متابعي روزنا في كل مكان في أنحاء العالم. اليوم أنا سراج الشامي حطلع عليكم من مدينة الباب بسؤال جديد لصدى الشارع، تابعونا. بالنسبة لروسيا ما ممكن، يعني ما بشت الوسائل تتخلى عن الأسد. روسيا ممكن تتخلى عن الأسد بأي لحظة كانت. هلأ ممكن تتخلى عنه في حال إذا لقت مين يحمي مصالحها. يعني هناك مصالح استراتيجية روسية في سوريا، وعندما يرون أن مصلحتهم ليست مع بشار سيتركون بشار. روسيا لا يهمها بشار الأسد كشخص بقدر ما يهمها الحفاظ على المؤسسات الدولة السورية كمؤسسات. يعني روسيا أكيد ما رح تتخلى عن بشار الأسد، يعني إلى 6 سنين داخل بسوريا. لو كانت ما نمت داخل نهائيا كان الوضع مختلف 90% داخل الأراضي السورية. لا يمكن للروس أن يتخلوا عن بشار الأسد لأنه بالنسبة لهم هو تابو. أنا برأيي أنه هن يستغنوا عن الأسد لقاء تأمين مصالحهم في سوريا. روسيا أكيد تتخلى عن الأسد إذا شافت البديل عنه اللي يخدم مصالحها في سوريا، كون هي لاعب الأساسي بمقتدرات سوريا والشيء اللي صار من بيع موانئ وإلى آخره ومصالح. هم في القريب المنظور في مرحلة الصراع مع التحالف الغربي، وبالتالي التخلي عن النظام أمر مستبعد حاليا. طبعا أكيد راح تتخلى عنه، إنما بشار الأسد بعام 2013 هو سقط في سوريا، وإنما هو عبارة عن أداة في يد والعوبة بيد الدول الكبرى. والله بتوقع تتخلى عنه لأنه وصلت لمصالحها، ما وصف شيء بده إياه أكثر من هيك، فبتوقع أنه تتخلى عنه. والمهم هو يروح، يعني عن طريق روسيا، عن طريق تركيا، عن طريق أمريكا، المهم بشار الأسد نخلص منه.